في أقبة المتحف الفرنسي لحماية الوحدة الوطنية. اغتنموا هدايا وتعليمات السيد الرئيس ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتجلى ذلك في الإشارة والخطوة الأولى محتجزين في أقبة المتحف الفرنسي. أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية وبالتاريخ لا يعني نعطيه لأبنائنا الفرصة بجهد متضافر، نعطيهم الفرصة أنهم يكتشفوا ذاتهم. السيد الوالي ركز على هذه، أننا يجب أن نكتشف، أن نعود إلى اكتشاف ذاتنا، وأن نعود إلى معرفة القدم الراسخة في التاريخ اللي يتكلموا عليها الناس ولكن ما شافهاش. الجزائر في عمرها الطويل عمرها ولا كانت حاقدة ولا كانت ظالمة، هذا يجب أن يستقر في أذهاننا. لم نعتدي على أحد ولم نحقد على أحد، بل إننا شعب مسالم. ما فعله فينا وما فعلته فينا الأيام اختزلناه في أنفسنا، ونظرنا إلى المستقبل على أساس أننا نريد أن نكون أحسن. هل هذا مطلب؟ يعني خارج عن الأعراف. هذا مطلب لنا كما هو مطلب لجميع بني البشر.